هل لكل ركعه بسمله وتحول عند قراءه الفاتحه او السوره التي بعدها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. التعوذ والبسملة مستحبان بعد أداء الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح بالاستفتاح الوارد ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في بقية الركعات فإنه يكرر البسملة قبل قراءة الفاتحة، ولكن لا يجهر بها، يسر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التعوذ فيكفي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح ولا يكرره في كل ركعة. لا.